أما بالنسبة للصنوبر، أقسم بالله العلي العظيم إلا ضربني شوية ديال البرد للنبولة ديالي أو البروستاتا، مع أنني لازلت لم أصل إلى الآلام التي تأتي بعد الخمسين الخمسون والستون سنة، نسأل الله البركة في العمر حتى تأتيني أمراض البروستات. ولكن كان عندي بعض الحريق شرف الله مسامعكم عند التبول، وقطفت هاد المسامير الخضراء ديال الصنوبر وغسلتها بالماء البارد وطبخت الماء حتى خليته يدفى شويه، بقى يسخن يعني ماء ساخن، ويتوضع فيه هاد الصنوبر واحد ربع ساعه وتشربوا كاس في الصباح وكاس في الغداء وكاس في العشاء وكاس عند النوم بعد رمضان. اما هذه الايام المباركه نسال الله ان يبلغنا ليله القدر ان لم يبلغنا اياها في الواحد والثالث والخامس، والله يعلم بها، نسأل الله أن يبلغناها في السابع أو التاسع، مع أنها هي في العشر الأواخر من رمضان أو السبع الأواخر من رمضان، والأحاديث في ذلك كثيرة. فهذا الصنوبر أقسم بالله جل جلاله أنه يعالج أمراض المتانة والبروستاتا ويصفيهما جيدا الصنوبر، والكبالة ديالو هكا دايرة، كنا تنلعبو بها تنقطفوها. وسام داو لعبوا بها، والشفاء للجميع. نكملوا النصيحة، وما تيتقطفش هو يابس، ما تيعطيش المنفعة ديالو، إياكم تحيدوه هو يبس. هو راه دائم الخضرة، راه ما تيبس الا لكان شي عافيه تحتو بحال هكا. الله يهديهم الناس تجي تطيب وتطبخ وترمي الكارو، الله يهديهم. اما هو دائم الخضره، وبالله التوفيق، السلام عليكم.